حتى الشوط الثاني لما نزل محمد شريف برضو الكره اللي سددها كان لازم يبقى فيها قوه وتروح في الزاويه البعيده اكتر. الهدف الملغي دوت. خلينا بقى معاه ده شويه لان انا يعني اخد برضو رايك واحساس. شوف احساس لاعب الكوره. كابتن جهاد المفترض جاي من معترك. بص حضرتك يعني هو جاي من معترك تحكيمي عالمي كبير جدا جدا، قوه في الالتحام داخل الخصم. هنا اتبنى. وبص حضرتك يعني لو رجعت سنة سمير، معلش خليك معايا بس هنا تبان جدا من الزاويه دي الاخيره دي، تبان جدا انت في واحد عامل جنب كابتن حماده، كابتن اسامه، كابتن هو راكب واحد بقى. واقف واحد راكب الكوره فطبيعي جدا ان انا هميل لكن لا ايد لا انا ساند بايد ولا بكتف. ايده الاثنين مفروضين مفيش يعني. انا عايز اسال سؤال بس في منتهى الاهميه، سؤال يجاوبني عليه كل حكام مصر. لو الوضع معكوس يا كابتن طارق، كابتن اسامه، كابتن حماده، لو المدافع هو اللي ورا والمهاجم هو اللي قدام، هل دي تتحسب بينالتي؟ لا مفيش حاجه خالص. اجابه تتحسب بينالتي؟ لا مفيش حاجه خالص. ما تحسبش بينالتي. لا مظبوط. بص التحام اولا، ارتقاء في الهواء الاثنين، وفي الافضليه لكلوبالي عشان اطول. تمام الافضليه لكلوبالي. بالاضافه اللي انا بقول لك ان هو المفترض جاي من معترك كاس العالم، انت قد ايه شفنا كميه الالتحامات الهوائيه في الضربات الثابته، ضربات ركنيه، فاولات من الجناب. معلش وانت شفت الهدف اللي جه من حاجه. لو رجعنا بدون قطع كابتن طارق، شوف الكره اول ما طلعت، شوف سليف كلوبالي، بص الجامب بتاعه هو الاول. بص لا دي مش باينه قوي، انا عايزك تشوف اللقطه الثانيه اللي بعدها. الزاويه في زاويه جايبها نموذج، في زاويه جايبها نموذج. ادينا بص اوفن هو طلع الاول. فين هنا الخطا اللي ارتكبه كلوبالي؟ اي واحد يديني هدول 10 جنيه لو قال لي الخطا فين. 10 جنيه قليل. طب 15. طب فين الخطا هنا يعني؟ الكره اهي. بص يا كابتن، بص رجلين لاعب الاسماعيلي فين في الارض، لسه ما ارتقاش من على الارض. سليف كلوبالي طلع قبليه خلاص، هو ركب الكوره يعني. النهارده بص في الوضع التشريحي بتاع لاعب الاسماعيلي يعني، ولا سند عليه ولا اي حاجه، وفضل عادي جدا عادي. في سليف هنا كلوبالي، انا خدت بالي ان كوعه في الارتقاء على كتف على كتف طبيعي. وضع تشريح على كتف. وضع تشريح ده انت كنت انت واحد سردباكات مصر كلها. لا وضع على كتف على كتف وضع تشريح وانا طالع لازم اطلع. لكن هي الافضليه لكلوبالي. انا بقول لحضرتك سؤالي هنا، لو ده مكان سليف كلوبالي هو مش هتحسب يعني. لو الكره دي في نقطه جزاء النادي الاهلي مثلا اوكي وبيطلع كره زي دي المدافع، هل دي تتحسب بينالتي؟ لا لا. او العكس صحيح، لو ريتشارد هو ريتشارد بفوق، لو ريتشارد هو اللي ورا كلوبالي، هل دي تتحسب بينالتي ولا لا؟ مظبوط. لا خالص. اتفضل يا كابتن طارق. يعني في الحاجات الالتحام الهوائي دي انا بفضل فيها ان حكم المباراه يسيبها، لان ده التحام وارتقاء. احنا معانا كابتن سمير عثمان طبعا هيشرح لنا. في التحام طبيعي بين الاثنين يعني، داخل منطقه ال 18 بدون استخدام اليد او الزق او الدفع في الكرات اللي زي ديت، اللي بتدي دايما الافضليه لصالح مدافع او حارس المرمى او للمهاجم. انا شايف ده في ارتقاء ويعني طبيعي في التحام بين الاثنين، مدافع مع كلوبالي اللي هو ريتشارد مع كلوبالي. نزول ان الكابتن جهاد يحتسب كره زي ديت وهو جاي من كميه التحام.